السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في موقع بقفصين. aujourd'hui on va expliquer changement de repère. اذا تبعوا معنا ان شاء الله باش تفهموا مزيان هذه الفقره، هذه اللي هي مهمه بزاف ولا بلي طون دو طون كطاطا في سيسيون نورمال. اذا باش نهضروا على changement de repère، بحال الا عندي واحد نقطه ام كتحرك في واحد العالم، وداك العالم بدوره يتحرك في عالم اخر. واش مفهوم؟ إذا هذا هو شونجمون دو روبير. يعني مثلا عندي أنا واحد روبير أصلي اللي هو هذا إغ اللي فيه أو إي جي كا، وهاد الروبير هذا كنعتبرو فيكس مكيتحركش، ودا وكاين في ضمن هاد الروبير واحد الروبير آخر غنسميو إغ أن اللي عندو أو أن O1, I1, J1, K1. إذا هو فيكتور، هو روبير باردون موبيل. إذا هذا هذا نسميوه لو روبير R، وهذا هو لو روبير R1. وهنايا في لو بوان M كتحرك ضمن روبير R1. إذا الأمر هنا بحال كنهضرو على النسبية، واش مفهوم هنا القضية فيها نسبية. إذا في هذه الحالة هذه هذا الروبير هذا يقدر يتحرك وفي نفس الوقت يقدر يدور، يعني هو تخيل معايا كيتحرك ومثلا بعد لحظة إكغيك أن ولات هنا و إكس أن ولات هنا وزيد أن يدور هنا. يعني بحال إلا عندك واحد العالم، واحد ليسباس، ها هو واحد ليسباس كتكون من تروا فيكتور، ها هو شفتو، ها هو تروا فيكتور، وداخل هاد ليسباس كاين واحد ليسباس آخر كيتحرك وكيدور بحال هكا. واش مفهوم؟ وفي نفس الوقت داخل داك ليسباس كاين واحد لو بوان ام كتحرك داخل. صافي، اذا هنا عندنا دو روبير، غادي نشوفو كيفاش غنلقاو الغولاسيون ديالو. الهدف ديالنا هو كيفاش غنلقى الغولاسيون اونتخ في ام بارابور ا ار، و في ام باردون، و في ام بارابور ا ار ان. يعني خصني نلقى الغولاسيون اونتخ لي دو فيتيس. كذلك كيفاش غنلقى الغولاسيون اونتخ غاما ام ار و غاما ام ار ان. اذا الى لقيت الغولاسيون ديالو غادي نفهم كيفاش غادي ندوز من روبير لروبير اخر. تو دابور اون فا، اذا اون فا اكسبريمي او ام. لاحظوا معايا او ام اش كتساوي او ام؟ كتساوي او او ان بليس او ان ان. صحيح، اذا هنا باين هادشي كي داير. هنايا طبعا او او ان كيساوي اكس اي بليس ايكغيك اي بليس ايكغيك جي، يعني نعتبرو او بحال شي نقطة. كيساوي اكس اي بليس ايكغيك جي بليس زد كا، O1 M égale X1 I1 plus Y1 J1 plus Z1 K1. Ça y est, et dans le cas de la définition de O1. Et dans le cas de la définition de O1, c'est que la vitesse en fonction de la vitesse du point R par rapport à R. Et dans le cas de la vitesse de la point R par rapport à R. شوفوا ايه بركه هنا في الروبير ار ان، ولكن انايا بغيت نشوف كيفاش غنلقى الفيتاس ديالها بالنسبه للروبير اخ. اذا في الحاله هذه دير دي او ان على دي تي بارابور ار. هنا ضروري تنتبهوا لهاد المسائل حيت عندنا دو روبير اخ و ار ان. دونك في هذه الحاله غادي نديرو دي او ان سير دي تي بارابور ار بليس D O N R sur D T par rapport à R. إذا هنايا إلا لاحظنا مزيان راه كي بحال إلا عندي الفيتاس دو بوان O N par rapport à R. لاحظوا حيت عندي الإشتقاق ديال O O N. وشكون هي O N؟ واحد لو بوان، حيعطي على هو السوطر ديال الروبير التاني، ولكن هي واحد لو بوان. دونك لا ديريفي ديالها كيعطيني الفيتاس. هذا بويسك عندنا فيكتور كنديرو فيكتور، صاي بارابور ا ا بارابور ا ا. أرى لي دابا القضية كلشي هادشي ف
فين كيتلف بنادم في هادي حيت انا بغيت دي او ان ام سور دي تي بارابور ا ار سي با بارابور ا ار دونك باش نقدروا نجاوبوا على هادي خصنا نعطيو واحد الرابي واحد الغولاسيون في اشتقاق ديال متجهه دي او سور دي تي بارابور ا ار باغ اكزومبل ايغال اش كيساوي كيساوي دي او سور دي تي بارابور ا ار ار بليس اوميغا واحد فيكتور دو روتاسيون اوميغا فيكتوريال اي هادي واحد العلاقه نشوف واش كتشد هادي واحد العلاقه اللي هي طبعا يمكن لينا ديمونطريو عليها هي ديمونطراسيون ديالها غادي تاخذ لنا واحد الوقت طويل وما غاديش تحتاجوا ليها غير خاصكم تعرفوا كيفاش تستعملوا هاد العلاقه حتى ما جيتي لهاد الفيديو حتى عرفتي كيف حتى بغيتي انك تختصر الوقت باش تبريباري حيت تابع لك لي موديل اخرين مزيان اذا هاد العلاقه هادي ممكن ديمونطريوها الا اشتقينا دي اي بيرسونال دي تي وحنا عندنا تما ونديرو شحال ديال المسائل وكاين هذا برودوي سكالير وغادي ندخلو في شي مسائل اخرى في الاخر غادي تبقى واحد الاكسبريسو اللي كيعبر على روتاسيون المهم ما عليناش اذا هاد اوميغا اش كتعبر لي كتعبر لي على الروتاسيون كتعطى في التمرين بمعنى ان هاد الروبير كيفاش كيدور على كيعبر على متجهات الدوران حيت هو في نفس الوقت كيتحرك ولكن ممكن انه هو كيتحرك كيتحرك وكيدور في ليسباس هاد المعنى وبالتالي الا ما كيدورش راه غادي تكون هاد البلاصه صفر حيت انه كيدير غير دخول صلا دخول صلا ولا كيدور كيولي عندك التعبير ديال اوميغا نفس الشيء هنايا غنطبقو حيت انا ما يمكن لياش نلقى هادي او فونكسيون دو ار حيت عندي او ان ام في الوسط روبير ال ان دونك هادي شنو كنردها كنردها بهذا الشكل دي O N E sur D T, ça y est, par rapport à R 1 plus oméga vectoriel O N M. Ça y est, il a fait le hala hadi. Shnou adi laya, adi hadi V O N R plus عندي هنايا لو او ان ام يعني من او ان حتى ال ام اذا في هذه الحاله شنو عندي عندي الفيتاس دو لو بوان ام بارابور ا ار ا حيت هنايا او ان روبير ال ار كيبدا في او ان وكيسالي في ام اذا هاد دي او ام دي او ان ام سير دي تي هو الاكسبريسيون ديالو هو في ان ار بليس اوميغا فيكتوريال او ان ام إذا في هاد الحالة هما أشنو كيسميو هادي هادي لاحظوا هادي كاع رتبها رتبها بهاد الشكل بليس أوميغا فيكتوريال أو أن إم إذا هادي دابا كلشي هاد إكسبريسيون كيسميوه فيتاس دونترينمون فيتاس دونترينمون كيسميوها في او دونترينمون اذا كيسميوها في او وهذه لي شارت كيسميوها فيكتور دو غولاتيف اذا في ار فيكتور كتبها ليكم فيكتور غولاتيف اذا في ار دونك في كتساوي في او فيتاس دونترينمون بلس فيتاس غولاتيف اذا هادي هي كيفاش كان اكسبريمي الفيتاس فواحد الروبير بدلاله في الاخر كلشي سير كيف هاد الغولاسيون اذا هاد الغولاسيون الله يرضي عليكم خصكم تعرفوها اذا كتبت لي هادي الغوطاسيون وهادي كتبت لي ترونسلا ترونسلاسيون الا كان الغوطاسيون الا كتكون عندك غير هادي الا كان طبعا هادي الغوطاسيون وترونسلاسيون لي كتكون عندك غير هاد الاكسبريسيون هادي وطبعا غادي تشوفوا هادشي ليزيكزيرسيس الان غادي نشوفوا فيكتور داكسيليراسيون ديال ار بارابور ا ار وغادي نشوفوا كيفاش غادي ديروا لا ديريفي ديال هاد فيكتور دو فيتاس اللي شفنا في بارتي 7 اللي هي كتساوي فيتاس دونترينمون بلس فيتاس غولاتيف اذا حنا شرحنا في بارتي 7 كيفاش لقينا هادي نبداو على بركه الله نديرو غاما غاما هي ار بارابور ا ار اللي كتساوي اصلا
d de v ديال m بارابور ا r سير d t بارابور ا r. دونك هادي نديرو لا ديريفي، هادي نبدا شويه من هنايا، هادي نبدا من هنا. اذا كان عليا نكتب هادي من الاول واخا ما عنديش، هادي نبدا من هنايا نشوف هنا تساوي. اذا في هاد الحاله غادي نديرو لا ديريفي ديال لابارتي الاولى اللي هي دي ديال في او ان بارابور ا ار سير دي تي بارابور ا ار بليس. غادي نديرو لا ديريفي ديال التاليه دي ديال في ام بارابور ار ان، لاحظوا حيت كاينه تما كاين سير دي تي بارابور ا ار بليس. عاوتاني عندي دي غادي نديرو هنا دي سير دي تي ديال اوميغا فيكتوريال او ان ام. اذا الاشتقاق ديال هادي في او ان ار عندنا ار ار، اذا تو سامبلو غادي تولي غاما، هادي غادي تولي غاما ديال او ان ار. واضح حتى لحد الان؟ هنا باين، هنا عندي مشكل، عندي الفيتاس ديال ار بارابورا ار ان وعندنا سولون ار. اذا باش نقدروا نشتقوا هادي خصها تكون عندنا هنا سولون ار ان. دونك غادي نطبقوا هاد العلاقه هادي لي غادي ندير، غادي نرد دي في سير دي تي ديال ام بارابورا ار ان، لاحظو سولون ار ان دايره ولات هنا ار ولات ار ان بليس اوميغا فيكتوريال في ام ان سولون ار ان. واضح باين هادشي؟ اذا حولت هاد طبقت هنايا هاد التعبير هذا، اذا هاد التعبير ولا هادشي اللي كتشوفوا قدامكم مطبقين. اذا هنايا غادي ندير دي، يعني غادي نكتب ديريكت اوميغا بوان فيكتوريال او ان ام بليس اوميغا فيكتوريال دي او ان ام سير دي تي بارابور ا ار. نتمنى حتى لحد الان انه هادشي باين. وهنايا طبقنا نفس القضيه بحال اف جي اف بريم جي، اذا شفنا هادشي في رابيل ماتيماتيك مزيان. اذا هنايا هادي هادي نخليها غاما او ان ار. اذا هنا اذا انتبهنا انه دي دو في سير دي تي، عندنا هنا اصلا في ام سولون ار ان ار ان، حنا عارفين ان في ام سولون ار ان هو لا فيتاس غولاتيف، دونك لا ديريفي ديالو غادي تعطيني غاما غولاتيف. اذا غادي ندير غاما ار بليس اوميغا في ام سولون ار ان هو لا فيتاس غولاتيف. اذا ربطت لها هادي ربطت لها بفي ار، اذا اوميغا فيكتوريال في ار. باين هادشي ساهل ساهل هادشي والو. ثم بليس هنايا غادي نكتب اوميغا بوان فيكتوريال او ان ام بليس اوميغا فيكتوريال. عندنا هنا واحد المشكل عاوتاني، دي او ان دي او ان ام سير دي تي سولون ار، هنا عندنا او ان ام سولون ار، يعني خصني نطبق عاوتاني هاد الخاصية. غادي نرد هادي دي او ان ام سير دي تي سولون ار ان بليس اوميغا فيكتوريال او ان ام، حيت هنايا طحت في نفس القضية اللي طحت فيها في الفيتاس. اذا لحد الان هادشي باين، غادي نكتب هنا غاما او ان ار بليس غاما ار بليس اوميغا فيكتوريال فيتاس بليس اوميغا بوان فيكتوريال او ان ام بليس اوميغا، نلعب هنايا اييه بليس اوميغا فيكتوريال. اذا هنا لاحظوا عندي دي او ان ام سير دي تي بارابور ا ار، هنايا كتعطيني ما يسمى دي او ان ام
سالون ار ار اذا هذه هذا تعطيني في ار اللي هي في ار اللي هي في ام سالون ار ار اللي هي في ار باختصار اختصرتها في ار حيت الاشتقاق ديال هذه كيعطيني هذه وهذه هي في ار بليس اوميغا فيكتوريال او ان ان مزيان اذا هنا كنحل لها هذه ديال النشر لاحظوا غاما او ار بليس غاما غلطت بليس اوميغا فيكتوريال في ار بليس اوميغا بوان فيكتوريال او ان ان بليس اوميغا فيكتوريال في ار حنا كنشوف بليس اوميغا بليس اوميغا فيكتوريال اوميغا فيكتوريال او ان ان لاحظوا كيف بحال الا كنشرح اوميغا فيكتوريال هذه اوميغا فيكتوريال هذا التعبير كله اذا هنا هتلاحظ انه عندي اوميغا في ار او اوميغا في ار نقدر انني نمسح وحده وندير جوج اذا حنا قرينا في رابير ماتيماتيك انه عندي لابدا ا فيكتوريال بي اذا في هذه الحاله ا لابدا كتساوي ليا ا فيكتوريال لابدا بي بحال اذا انايا بحال يعني الا عندي واحد الكونستون هذا كنديرو مادام هذه زائد هذه كتعطيني جوج غادي ندير يا اما جوج حدا اوميغا يا اما جوج حدا في ار غادي ندير جوج على حدا اوميغا اذا هنمسح هذه لاحظوا جولي فاس وهذه تجيب هنايا جوج غادي نردها هنا جوج صافي ما درت والو غير مسحت وحده ورديت على جوج ما فيا ما نعاود نكتب داكشي كلشي على التالي اذا في الحاله هاهي غاما غولاتيف باينه هاهي ثم هذه كيسميوها غاما سي هذه غاما غولاتيف باينه هذه كيسميوها غاما دو كوريوليس داكسيليغاسيون دو كوريوليس هذه نسميها غاما سي وداكشي اللي بقى كله كيتسمى ماكس فيكتور داكسيليغاسيون دونتريمون اذا جات هذه في الجل واخا مسحها وكتبها هنايا كتبها في هاد البلاصه الخاويه غاما لاحظوا او ال سلوم ار الى نمسح هادي هنا باش يجي لي داكشي بكال هايا هادي كلها كتسبى دونتريمون اذا هنا الى جاب الله قال لك دير تغبيلي فيكتور داكسيليغاسيون دونتريمون هو هادشي لي شاف دو كوريوليس ديما كتكون جوج اوميغا فيكتوريال في ار خصكم تعقل عليها و غابا ار صافي راه باينه هي الاشتقاق ديال ابسلون ار ار اذا نتمنى انه ان شاء الله توفقت في الشرح ديال هذا الفيديو دمتم اوفياء انتظرونا في الفقرات القادمه ان شاء الله.